هذا شغب الجمهور اللي يطفى على سطح المشهد في اليوم الأول من سنة 2024 على هامش أحداث محسفة شارع حي البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، فقد شهد صراعا بين فصائل مناصرة لأندية كرة القدم ترتب عنه إصابة أحد الأعضاء بجروح خطيرة جرى على إسراء نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، كما ترتب عن الصدام إصابة أحد رجال الأمن بجروح غير خطيرة عند محاولته فض النزاع لإنهاء الواقعة التي بهدت حديث المنطقة وخلفت استنفارا أمنيا وجدلا كبيرا. وما زالت أحياء البيضاء تشهد وقائع مماثلة تهتأ لحساب شباب سواء بإصابتهم أو لفظهم لأنفاسهم أو خلف القضبان، وهناك صراع كبير بين بعض المحسوبين على الوينرز وبعض أعضاء الكروفا الزود بعدما دخلت بعض أعضاء الوينرز لأحد أكبر معاقل جماهير الرجاء بهدف تخريب الجدارات الرجوية التي اشتهرت حول العالم وأصبح الكل يأتي لأخذ الزور معه. وكانت أعضاء الوينرز يحملون الأسلحة البيضاء والفيزي مما جعل جماهير الرجاء تتدخل بقوة حتى أصبح الأمر كارثي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.